استاذ نبداو ابداو عندكم ساعه ونص نظموا ورقه الامتحان مليح. جيني اربع اوراق من الاول 22 مضمونه دوك انا نصحي روحي قبل ما نبدا 22 على 20 ممتاز. ودي هادو ما يكفوش استاذ هادو انا مكملهم في دقيقه صاحبي يدور قدامك. لازم من الاول العناوين مليح بيبان عليهم ثلاثه خط يدي من خط السوشي حامي شلفط هو ما قنعنيش انا هذا نجيب المقلم تاعي برو له ضروه ما هو دورنا اذن هو خاص عنوان واحد اخر مش يبان كره شويه كم نديش الدنيا بالالوان من الرياح هو مازال مو في بالو مليح ماما مو هكا نتهنى هكا يزيد لي خمسه على الالوان شويه شويه الله الله مليح استاذ كملت هاك ورقة صفراء السوشي سايب هذا بكل ابو منحلوش شو مفتاح ساز ولا حاجة ترنيفيس نسيو ترنيفيس اي هاتني ندير قال اجوبة هاني نقلق بروها شو بيش سنة فيها ركبو كليماتيزر هاتلك روكا او الورقه كي دارت لهم راهي مدوده ما عرفت والو استاذ ماشي جبت بوست سودير ممنوع البوست سودير دي بلاصتي دوما تروح اي سمعت في اخر قسم شنو دير راني سودي في الاجوبه كيما خزا ما يقبل لي الورقه استاذ هاك دي الورقه والله لا عجزت بناها وتقمشت شت شوف من بعدي ني خايف بنبدا نبدا بالفاشور الاول قبل الستيلو ني عارف انا اسمي ونغلط فيه استاذ اسمي كيف انا كتبو غلطت في الايكريك واحد زيد واحد فيه ثمانية هما مو ستة خرجتها هو هذاك لازم نعاود نريباري هالورقة هذي شك دير بلا مال راني بونسي في الاجوبه شي غلط ثاني نغلق قاوي استاذ انسحب من الامتحان شهوه السوشي صعيبه وقلنا فنكتب لهم اجوبه صعب انت ما كتبش كاع بيدي انا روح وي درنا السوشي هذا ما نفهمهمش انا فندير له اجوبه ما يفهمهمش مزجفته وستيلو نسيتو السلام عليكم ابدا الامتحان وليدي وما تحطش الورقه الفارغه كيما مالف لا سلام لا والو السلام عليكم